يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ضعف أحد محققي كتاب العبودية أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وصحح حديث الحاكم أن الصلاة فيه 250 صلاة، فما الصواب في ذلك وفقكم الله؟ هذا ما له شغل إلا التضعيف، هذا معروف ومعروف عند المسلمين والعلماء والعوام أنه 500 صلاة مشهور، هذا مشهور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر كونه جاء في بعض الأحاديث 250 لا يمنع أن يكون أيضا 500، لأن العدد لا مفهوم له. نعم.